ما الأمر بني؟ مشاكل كثيرة، مشاكل أخبرك عندما أحلها. أتعلم أبي عندما تعود ميتشي سأطلب منها ما ادخرته من مال للإيجار، سترفض إعطائي إياه، لكن أجبرها، أجل أجبرها على إعطاء المال يا أبي، وإلا ارتكبت عملا أحمق. رائع، الآن صرت تمضي وقتك في الحديقة. هل من مشكلة مالفينا؟ ماذا؟ أما سئمت من التحدث إلى تلك الشقية؟ مرحبا جميعا. عوض قراءة القصص المصورة أقلها أتم فروضك المدرسية. كفي عن مضايقتي، أستطيع إنجاز فروضي وقراءة القصص. قبل أن تسأليني، لم أجد عملا اليوم. لا بأس أبي، فربما غدا. أريد أن أكلمك. بما؟ لدي بعض المشاكل. إن هي مادية انسى الموضوع. هيا ساعديني، فهمتي؟ أنت مجنون، من أين لي المال؟ فأنا مفلسة. مما ادخرته للإيجار. نعم، أقرضيه المال. أنا مفلسة أبي، صدقني. الكل مفلس هنا. لو كنت تعمل لكنت ساعدتنا عوضا عن طلب المال من عائلتك. دعيني من نصائحك، فأنا منزعج. إن ارتكبت عملا أحمق فأنت هي المذنبة. لا يهمني، افعل، فأنت من سيدخل السجن. لكن ماذا ستفعل؟ إن لزم الأمر سأسرق، فأنا أحتاج إلى المال. هل يزعجك أن أكلم الفتاة؟ طبعا، ليست من طبقتنا، عليك اختيار فتاة تثق بها لتدخلها المنزل. هذا منزل مالفينا، وسأفعل ما أريده هنا. إنه لنا أيضا ونحن نعيش فيه كلاجئين. لنا الحق أيضا. تلمحين إلى الأوراق التي هددت باستعمالها ضدي دائما؟ لا، هي معي. كذبة، هذه كذبة لتهدئ من روعي ولديك، كذبة تستعملينها دائما كسلاح لإخافتي. تعرفين جيدا أنني ساعة أشاء أرميكم في الشارع، لست مجبرا قانونيا على استضافتكم. اثبت ذلك واطردنا. لا، ليس الآن، إن طردتكم كيف سأزعجكم؟ الآن سأزعجكم أكثر مالفينا. مالفينا، 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 لو كنت تعلمين كم ستكلفك أفكارك الشريرة، تتمنين لي الموت كي ترثي أموالي. أمر آخر؟ نعم، كثير. نعم، لن تتعافي من المفاجأة التي أحضرها لك عندما أموت أيتها الشريرة. ماريا مرسيدس با سيرفير لحسين دمي فاميليا. Así que ese diablo de muchacho, el hermano de la lagartija, ¿no se murió? No, no se murió. Pero no tengas tan mal corazón. ¿Por qué lo llamas diablo con ese desprecio? ¿Y acaso tú no tienes un hijo? Pues sí, Filo. Filo, لكن ابني ليس نذلاً كأندرسيتو شقيق روزاريو. الصبيان يتشابهون، وابنك شرير كبير. طبعاً، تدافعين عنهم لأن العائلة تعتمد على ميتشيتا. لا أعرف ماذا تنتفعين من تلك الفتاة التي لا تجد أحياناً ما تأكله. أسوأ فتاة في الحياة، تكتسب عطفكم بادعائها للتضحية. لا أعرف لماذا لا تحباني ميتشي. أنا أعرف سونيتا. أجل سيدة فيلو، أخبرينا لماذا؟ اسمعي سفيرو، أنت تكرهينها لأنك تحبين الصوص وهو لا يعيرك اهتماما. وأنا لماذا؟ لأنك تغارين منها. أغار؟ نعم، لأن ميتشي تختلف عنك، فهي لطيفة، جميلة، طيبة، بينما ولدك قبيح جدا، فهو يخيف الجميع ويخيف الشياطين. لكننا محترمون، بينما هم فميم يتسكع،
وروزاريو السارقة سوف تدخل الإصلاحية يوما من الأيام. أما ميتشي، ماذا ستقولين عنها؟ تطوف الشوارع طول النهار والله يعلم ماذا تفعل. إنها تعمل يا عزيزتي. نعم تعمل. تعمل طبعا. وبماذا؟ على الأرجح أعمالها السيئة. طبعا يجب أن تعرف ذلك، لكنها لا تتبرج مثلك وترتدي الثياب المثيرة الفاضحة كغيرها. أعرف كيف ستصبح ميتشي. كيف يا حلوة؟ كأمها. تعرفني رودولفو؟ أفضل أن تختاري هديتك للعيد بنفسك، وسأعطيك ما تحتاجينه. لا يمكنك إعطائي ما أحتاجه. وماذا تريدين؟ العودة إلى مكسيكو. خورخي لويس في حالة سيئة مالفينا. أعرف، ليس قادرا على نسيان ديانا، لكن أنت متفانية جدا حياله. أنا أريدك أنت أن تساعديه على نسيانها. عليك أن ترسمي خطة ما. هل فكرت بشيء؟ تقريبا، وعليك مساعدتي. طبعا، أخبريني. ساعدينا على إقناع خورخي لويس بتمضية بعض الأيام معي على الشاطئ، وأنا أهتم بالباقي. ما زلت تفكر بديانا؟ أنا حر بحياتي استيل، وليس من اللائق أن تأتي وتزيدي آلامي. حساس جدا، نزلت ترفض أن تقبل ما يمكنني تقديمه. لا تقولي إنك تريدين دعوتي للرقص مجددا. أثمة ريهان؟ كفى، أنا آسفة، رهنت هذا صحيح، لكنني معجبة بك، وما أريده هو أن تلاحظني. أخيرا، ها هو. هكذا ستجعلين الجميع يضحكون عليك. لا يهم، الجميع يعرفون أنني مغرمة بك. لدي حبيبة، يا للخسارة. ماريا مرسيدس با سيرفيرلي أفسير دي مي فاميليا من كارغو جو مي مادري نو سابانتو نو بوركي مي بادري جاماس كومبلو. ماريا مرسيدس با سيرفيرلي أفسير un buen día mi son cambió compró un cachito y me conoció y al morir un montón Mercedes pa' servirle a usted Qué rico son el que bailo yo El baile que alivia cualquier dolor Su ritmo calienta mi corazón María Mercedes